ثم قال بعد ذلك: ثمن الكلب حرام لا يجوز أخذه، لحديث الربيع بن حبيب في مسنده الرفيع: ثمن الكلب خبيث. هذا طبعا الكلب الذي هو الذي لا ينفع ولا مصلحة من ورائه، الذي ثمنه ماذا؟ ثمنه خبيث. أما الذي فيه منفعة ومصلحة فإن هذا الكلب متقوم وفيه منفعة ويستفيد منه المسلم، فلذلك المعلم يجوز بيعه وثمنه حلال لذلك العمل والجهد الذي قام به المدرب من أجل ماذا؟ من أجل تدريبه، فيمكن أن يقوم ببيعه لأنه فيه ماذا؟ فيه مصلحة. وكذلك يجوز أن يستأجر بما أنه فيه منفعة فيجوز أن يباع، وكذلك يجوز أن يستأجره الإنسان. يعني إذا على سبيل المثال مثلا إنسان اشترى مثلا أغنام في أيام العيد وأراد أن يكون لها كلبا للحراسة، ولكنه لا يملك هذا الكلب، ومع شخص آخر يمكن عدة كلاب فاستأجر، فهنا في هذه الحالة يجوز أن يأخذ أجرة على هذا الكلب. فيجوز بيع الكلب المعلم والذي جاء فيه منفعة ومصلحة، فكذلك أيضا يجوز أنه ماذا؟ أنه يباع. وعند أصحابنا كذلك المشارقة أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل كلب أخيه الذي فيه منفعة ومصلحة، لأن فيه منفعة وقد فوت عليه المنفعة والمصلحة، فلذلك يدفع قيمته، كما حكى ذلك المحشي في حاشية الترتيب، بيّن ذلك بأن من قتل الكلب المعلم أو الذي فيه منفعة لأخيه فإنه يدفع قيمته نتيجة لتفويت هذه المنفعة لأخيه. إذن المعلم والذي فيه منفعة له قيمة في الشرع، ويمكن أن يتاجر به ويباع وغير ذلك.